لكن هيدي ترنيمة جوز بنوجه تحية لجوز، صار عندها ليتل بيبي بوي وكارل. مزبوط. هاي كارل. هاي كارل بعد ما بيعرفنا بكره بس تكبر كثير ونحن نختير بصير حط وجبه بتشوفوا للهيدا. بول عم نسال الكل تيجاوبونا عبر واتساب وهيك جيت انت معنا، بحب هذا الشيء انت تجاوب عليه وكلنا يعني اللي بحب. شو الموضوع بحياتك يلي حسيت من انه تدخل الله كان بقوه؟ هاي ريكو. هاي بول. وشي هو موضوع يعني لازم يكون موضوع او فيكون شيء صغير كثير؟ انت شو ما صار بدك معي. لو شيء صغير، لان مرات هو بيتدخل بالصغير وبالكبير. مع انه حكيته سمعت حكيتهم على عطاء وكثير حلو شو كنت عم تحكي، يعني انا عم بستفيد كثير من القصص لبعدين بالزواج وهيك. ففي فكره انه العطاء حبيتها كثير، لانه مره انا كنت يعني الرب كلمني بوضوح كثير وكنت مستغرب، صرت عم بسال الرب على الاكيد هيدا انت في مطرح، بس كان عن جد شيء واضح وانه لازم اعطي مبلغ معين لحدا معين وبشيء بطريقه كثير محدده يعني. فانا عملت هالشيء وطعت الرب وقتها، وهيدا الشخص طلع انه عايز على قد هالمبلغ المعين للشيء المعين اللي هو، ما رح فوت اكثر ديتيلز، بس انه كان عايز هالشيء المعين على قد للشيء المعين اللي معين يعني. وانت انت اللي كنت عم تعطيه كنت بوقتها كثير معك مصاري عم بس؟ لا بالعكس، من حاجه يعني. كان لا سوري تذكرت، هو كان بارت انه مثل تقدمه يعني شيء، بس اي شيء انه بنشئ شيء مبلغ، مش انه شيء كثير بسهوله عم بتشيله من عندي. لا 100%. بس نقول نسمع صوت الرب، دائما بحب اوضح تما يفكروا انه الصوت عم بيكون يمكن بسبيكر، مهم يعرفوا انه في شيء جوا نحن وعم نصلي بيصير بالقلب يعصر. بيجي اسامي مرات ما بتفهموا ليه عم يجوا الاسامي، واجا اي حتى على راسي 100% يعني. 100% كل واحد بيكون عم بيقول له شيء الرب، ولازم ما تقولوا هيدا انسان عم يحكي فيه هيك، لا بيكون في شيء مزبوط وبتاكدوا كل ما بتصلوا بتصيروا عم تحسوا انه هالاسم او هالفكره العطاء اللي كان عم بيقول عنها بول عم ترجع تزيد. ما بعرف اذا حدا منكم حابب يقول حس الله موضوع هالقد بحياته قوي من الله، تدخل من الله. انا تدخل من الله صار معي كاختبار كمان، كنت اول ايماني ضليتني فتره كمان مدمن على فلومه بورنوغرافيا اباحيه وهيك. لفتره كمان صار كان في عاملين مثل الجمعة العظيمة كانت وقتها بالكنيسة، كانت قيمة الخدمة وقتها كنا بدنا ندق خطايانا على الصليب، نكتبهم على ورقة وندقهم على الصليب. بوقتها ذكرتها الخطية وكنت محروق كتير جواتي، أنا كيف بعدني عم مارسها لهالخطية. كتبتها ودقيتها على الصليب، ووقتها انهارتها بكيت كتير. صرت أتذكر كل مرة كل ما أفكر فيها للخطية أسمع دقة الصليب كيف أنا عم بدق. وفكر انه عن جد يا يسوع، كل ما افكر بهالشغله الخطيه انا عم بدق مسمار بايدك. ومن وقتها كثير شفيت منها يعني، وصرت خلص نهائيا ما بقى افكر فيها ولا شيء يعني، وهذا شيء حررني منها يسوع. حلو. يمكن انا ما بعرف اذا تقول. لا انا بدي اقول انه ما في احصد او اقول قد ايه في امور كثير قويه بعد على اليوم عم تتدخل، مثل ما قال بول مرات بدنا نلخص لانه كثار. أنا بقول إنه محبة الناس لإلي وقت شافوا أغلاطي اللي ما بتنقال هي أكبر تدخل لله، لإلي بحياتي، لأنه في أمور بنحكيها هيك، بس في أمور بنتخبط فيها بالزاوية لوحدنا وبنقول إذا حدا بيعرف عنا هالأمور ما بيرحمنا. والعكس كان دائما الأشخاص وقتها بنكون قاعدين قعدات وبنعرف أي أشخاص عم نقول لهم وليه عم نقول هذا الشيء، كان رحمة ومحبة الناس مش انه تكون عادة مثل ما كانت تزيد. بقى انا لقلي تدخل الله الروح القدس الساكن فينا شيء كتير رائع وغريب، لانه العالم ما بتعرف تحب هيك، اذا الروح القدس منا فيها ما بتعرف تعطي هالمحبة. ما بعرف اذا حدا بعد. انا كيف بدي اقول شيء، بس هذا السؤال دغري خليني افكر، مش تقربط المواضيع ببعضها، بس فعلا اكبر تدخل شفته للرب حياتي هو بزواجي. ليش عم اقول هيك؟ لانه احكي قصتي هلا، بس انا تزوجت على عمر كتير صغير، وهذا كان تحدي كتير كتير كبير، وكنت مجرد ولد صغير عن جد فعلا.
وعن جد لو وبعدني يمكن بس ما فيني أعطي هذا الفضل لأي حدا تاني غير الرب بحياتي، إنه كيف نضجت، كيف نميت، كيف قدرت أفتح بيت، أحمل مسؤولية بيت، وهلأ عندي ولدين، وعن جد بعمر كتير صغير، وكملت حتى بدراستي بالجامعة. فبكل بساطة بس فكر بتدخل الرب بحياتي، ما فيني غير ما فكر أدوي في حد بأصغر التفاصيل حياتي، وأكيد من خلال الإخوة بالكنيسة والعائلة. فلو ما الرب ما بعرف أنا ما كنت أكيد قدرت أكمل ولا نهار. هذا أكبر تدخل كان معي صار. كثير حلو. أنا شكلي ريكو فهمت السؤال غلط، لأنه خبرت شيء ما خص اللي عم تحكوه. لا كثير مزبوط الجواب اللي جاوبته أنت، إنه 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 حسيت بحضور الله وتدخله، إنه حكي معك بصوته وأنت قدرت تعطيه 100%. نور أنا عندي شيء، أنا من 2008 لليوم لل 2016 مش أكتر شيء عن جد بحس تدخل الرب فيه هو الوقت. ما بعرف هلا كل انسان، بس عن جد هيدي الايه في وقته يصنع عجب بالوقت، يعني ايام بتكون الدنيا مسكره فجاه بتفتح بيصير شيء بيتدخل هيك بقوه. ما بعرف انا كثير اختبرت قوه ربنا يسوع المسيح بظروف باوقات هيك اشياء صغيره واشياء كبيره كثير، الوقت فيها كان حاسم كيف الرب دخل بوقت معين. انا بالنسبه لي هيدا كان كثير قوي. لهاليوم لما بطلع هيك على حياتي من هداك الوقت لهذا التاريخ بقول في كثير اختبارات، وبقول عن جد انه كيف كانت الدنيا مسكره، كيف ردت فتحت، كيف ردت سكرت، كثير اشياء صارت بس التوقيت تبعه كان غير عادي. لكن عندنا كثير اشياء واختبارات مع الرب. بدي اقول انه كمان الشريكين اللي عم يتحضروا تيصيروا بعدين واحد بيسوع المسيح سالناهم اسئله، رشا هيك عملت شيء مهضوم، هن فرد ريبورت بتخيل، بس سالوهم ذات الاسئله وكل واحد كان لوحده، وشوفوا قد ايه هن من الرب لبعض، وشوفوا شو جاوبوا اثنيناتهم. اكثر شيء بحبه فيها شخصيتها، واول شيء فيها بحبه هو علاقتها مع الله، شخصيتها العفويه هيك المرحه المتسارعه، بحسها بتكملني لأن أنا شخصيتي رايقة إجمالاً وبدي وقت حتى أتعود على العالم، فهي بتكملني بهالشيء. إذا بكلمة بدي أوصفه he is my soulmate، بكملني. وشي يلي ما بحبه فيها ما في شيء ما بحبه فيها. بدي أقول له إنه أنا كتير الله بيركني بوجوده بحياتي، وهو من أحلى الأشياء أو أحلى شيء صار معي. والشيء اللي بدي اقول لها اياه ب 2 نيسان، نحن عم نخطب ب 2 نيسان، بدي اقول لها انه انا بحبها كثير، وانا بدي اتعهد قدام الله انه رح ضلني احبها كل حياتي. بالاخر هي رفيقتي وحبيبتي واختي وعائلتي كلها رح تكون.